السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، شلونكم أحبائي؟ إن شاء الله زينين. اليوم راح نسوي فسنجون. نجي على المقادير. المقادير هي مو هواية، هاي نص دجاجة، خلينا لها جلاسين مي ونص استكان خل، عم تطلع من عندها الزفرة ربع ساعة، نص كوب راشي، نص كوب دبس الرمان، حبة بصل صغيرة، جوز كوب أو نص كوب، هاي أنتم بكيفكم، ملعقة شاي ملح وكركم وورق الغار وملعقتين زيت. أول ما نضيف البصل عليه أفضل خلص أجمل البصلة، أضيف الكركم وما يجيبش كركم لابي، أضيف الدجاج ورق الغار. طبعا لازم نحن نستنى 10 دقائق. بعد ما صارت لسه مخلصت عندي، بس راح اضيف لها المي. شوف قد ايش تحتاج مي، قد ايش لازم ما يستغني في الهواية. هاي يغطيها، ما تريد احنا شوية تستوي، مو كلش يعني خليها تستوي وارجع لكم من تستوي. هسه صار لها 20 دقيقة بالضبط، راح اضيف الملح. احنا من حمسنا 10 دقائق وضفنا المي، صار لها 20 دقيقة بالضبط. هسه ايش اسوي؟ راح اضيف دبس الرمان، أضيف ماشي، بس احنا شو نسوي؟ مش حالة، لازم نتركها على نار هادئة. راح انص الطبق قدامكم ونحسب لها وقت، بعدين اضيف الجوز بالاخر. زين هسه احنا صار لها 10 دقائق، خلينا نضيف لها الجوز. وننتظرها لما شوية تطخن عندنا وارجع لكم بالتقديم. هسه جهزت عندنا، اخذت الوقت من ضفنا الراشي ودبس الرمان بالضبط 20 دقيقه. احنا قلنا شويه سوي ضخينه مو خفيفه، بس راح اطفي الطباخ. واخذت مي من عندي 5 كواب، بس خلينا نقدمها احنا. شوف شو طريقه تقدم، تقدموها سوى اخف يعني مو ضخينه حيل، بس هي ضخينه تصير اطيب. شلون صارت ريحتها؟ فالطيبة كلش طيبة ريحتها.
شاء الله تعجبك. ان شاء الله عجبتكم الماركه الفسنجون، ولا تنسونا حبايبي باللايك، وتحياتي لكم.